التحالف المصري يعلن انتهاء الأعمال الإنشائية لجسم سد يوليوس نيريري بتنزانيا. عقب قمتهم في براغ، الخلافات تسيطر على قادة الاتحاد الأوروبي حول التعامل مع أزمة الطاقة. نوبل للسلام تذهب لناشط بيلاروسي ومنظمتين حقوقيتين من روسيا وأوكرانيا. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. احتفل التحالف المصري بالانتهاء من صب آخر مكعب من الخرسانة المدموكة في جسم السد الرئيسي بتنزانيا واكتمال الأعمال الإنشائية للسد الرئيسي التي استمرت على مدار 687 يوما منذ تحويل مجرى النهر في 18 من نوفمبر عام 2020. جاء ذلك في تقرير استعرضه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في إطار متابعته للمشروع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد مدبولي اهتمام الرئيس السيسي وتوجيهاته الدائمة بمتابعة هذا المشروع الذي يعد حلما للأشقاء بتنزانيا، وضرورة أن يقوم التحالف المصري بالتنفيذ على أعلى مستوى من الجودة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتبارا من يناير 2023. وأوضح المركز الإعلامي أن الهيئة تطبق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة مع عملائها وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها عبر آليات واضحة لمواكبة سياساتها التسعيرية من خلال تقدير رسوم عبور السفن اعتمادا على الوفر المتناسب مع الرسوم الذي تحققه القناة للسفن العابرة، وذلك لضمان الحفاظ على ريادة القناة وجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء والأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة. كما أكد المركز الإعلامي أن قرار زيادة رسوم عبور القناة يأتي في ضوء المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري، والتي تشهد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن وتوقعات استمرارها خلال العام القادم، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم العالمية. We'll be right back.
تخليدا لذكرى الشهداء وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم لأسر الشهداء وأبنائهم، قامت الوزارة بإفادة عدد من قيادات وضباط مختلف مديريات الأمن لاصطحاب أبناء الشهداء إلى مدارسهم وإهدائهم حقائب مدرسية تحتوي على كافة متطلباتهم. يأتي ذلك تأكيدا على أن ذكرى أبائهم الأبطال وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة مضيئة في ذاكرة الوطن. ولسه بحس بيك جنبي في كل مكان، وصوتك في المكان بيرن ولسه بحن. تخليدا لذكرى الشهداء الذين سطروا بدمائهم الذكية أمن واستقرار الوطن، وفي تأكيد على أن الوطن لا ينسى من ضحى من أجله، أوفدت وزارة الداخلية مأموريات لتوزيع حقائب ومستلزمات مدرسية على أبناء الشهداء ممن يتلقون التعليم في مختلف المراحل الدراسية في إطار الدعم والمساندة المقدمة لأبناء الشهداء. حاجة زي كده بتبقى رفع من روح الولاد و ترفع من روحنا المعنويه. هما مهتمين بينا وجابوا لنا شنطه المدارس والهدايا وجابوا لي كل حاجه. هما مش سايبيننا وطول الوقت معانا، وطول الوقت حتى لو احنا احتاجنا اي حاجه غير كده بيجوا لنا، واحنا حتى ممكن نتواصل مين بنروح لهم، يعني معانا في كل خطوات حياتنا من ساعه ما سيد الله يرحمه توفى. ولسه دموعي في عينيا لكن فرحان، عشان بيقولوا اني بطل وابن بطل. أبويا شهيد دي حاجة أكيد تشرفني. كما أوفدت الوزارة مأموريات لمرافقة أبناء الشهداء إلى مدارسهم مع بداية عام دراسي جديد، في لمسة إنسانية تحرص عليها الوزارة سنوياً، وتؤكد على مدى الرعاية المقدمة لأسر وأبناء الشهداء وتقديراً لما تحملوه في سبيل الوطن، وتكريمهم هو تكريم لآبائهم الذين استشهدوا دفاعاً عن الحق والواجب والأمن. بقى حاجة نفسية حلوة للولاد طبعا، ان هم بيبتدوا معهم اول يوم دراسة الوزارة بتبقى معاهم. جم خدوني من البيت، كنت مبسوط جدا وصراحة اتبسطت جدا في يومي النهاردة. هذه اللمسة الإنسانية التي تحرص عليها وزارة الداخلية سنويا تؤكد على مدى الرعاية المقدمة لأسر وأبناء الشهداء وتقديرا لما تحملوه في سبيل الوطن، وتكريمهم هو تكريم لآبائهم الذين استشهدوا دفاعاً عن الحق والواجب والأمن. وزارة الداخلية طبعاً أنا بشكرها على كل التقدير والمجهود اللي بيعملوه معايا أنا والولاد، ورعايتهم لينا دايماً وسؤالهم علينا على طول. النهاردة جم اصطحبوا الولاد للمدرسة وكرموا الولاد قدام المدرسة كلها. بشكر وزارة الداخلية وسيادة الرئيس على الضباط اللي جم خدوني النهاردة من البيت وكرموني في المدرسة. وقد شعر أبناء الشهداء بالفخر والعزة وهم يخطون خطواتهم الأولى في عام دراسي جديد رفقة رجال الشرطة، موجهين الشكر لوزارة الداخلية على هذه المبادرة التي تعد تكريما لآبائهم الشهداء. يجوا ياخدونا ويوصلونا المدرسة بنفسهم ويحسسونا ان احنا في بيتنا وان هم معانا على طول، وعمرهم يعني ما فرقونا ابدا ودايما في ظهرنا. يعني حاجه كويسه جدا ان هم نفسيتهم بتبقى كويسه، بيحسوا ان هم في ليهم ظهر موجود طبعا بعد باباهم الله يرحمه. دي حاجه بترفع من معنوياتهم. هم بيقعدوني عن بابا، بيخلوني احس ان بابا جنبي. انا بستنى من سنه لسنه علشان منتظر اللحظه ديت، ببقى واقف في المدرسه فخور. ابويا ما ماتش، ابويا شهيد في جنبته حي، واللي ما فرحش هي ما طلبها واتمنى. وقد اعرب القائمون عن العمليه التعليميه عن تقديرهم لهذا الدور الانساني الذي تقوم به وزارة الداخلية، والذي يرسخ لقيم الولاء والانتماء للأجيال الجديدة الذي تشاهد هذه اللحظات من الحفاوة التي يحظى بها أبناء الشهداء.
فرحه جدا لاولادي، واكيد ولادي جدا فرحانين ومبسوطين باهتمام الوزاره بيهم وتكريمهم يعني قصاد زمايلهم. وتاتي هذه المبادره انطلاقا من المسؤوليه الوطنيه تجاه ابناء الشهداء، واعتزازا بارواح صعدت الى بارئها وهي تدافع عن الوطن ليحيا أبناؤه في أمان واستقرار وينهض نحو التقدم والبناء. استقبال كبير لأبناء الشهداء في مدارسهم مع بداية عام دراسي جديد، في تأكيد واضح على أن الوطن لا ينسى من ضحى من أجله، وأن وزارة الداخلية تسعى دائما إلى تقديم أفضل رعاية لأسر الشهداء. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. من ناحية أخرى، واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 484 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 152 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 89 طن، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 63 طن، وأما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 713 قضية، من بينها 111 قضية خبز ناقص الوزن و105 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 186 طنا. تواصل مدينة شرم الشيخ استعداداتها لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 في نوفمبر المقبل. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. كريم، يعني بعد التحية، ضعنا في جديد الاستعدادات لديك لمؤتمر المناخ كوب 27. نعم، تحياتي لكم في الاستوديو وتحياتي لجميع مشاهدي القناة الأولى. بالفعل نحن نرصد هذه الاستعدادات في مدينة شرم الشيخ، يعني كل يوم هذه الاستعدادات تزداد يوما بعد يوم. العمل هنا مستمر يعني على 24 ساعة على قدم وساق، لا يتوقف العمال عن العمل إطلاقا، صباحا أو ظهرا أو مساء، دائما العمل مستمر. وأكبر دليل على هذه التجربة هو ما نراه الآن، أن هذا الممشى السياحي الجديد الذي أقف فيه أنا الآن كان قد بدأوا بالفعل في إنشاء هذا الممشى السياحي الجديد منذ 3 أشهر تقريبا، وها نحن الآن نرصد وجود السياح والمواطنين وقاطني مدينة شرم الشيخ، وأيضا العمال بالفعل بدأوا باستخدام هذا الممشى السياحي الجديد. ذلك هي نقطة إيجابية في فكرة التحول والتطور السريع الخاص بالاستعدادات الخاصة بمؤتمر كوب 27 هنا في نوفمبر المقبل. لكن لا تتوقف هذه الاستعدادات على الممشى السياحي فقط، ولكن هناك استعدادات أخرى مثل المحطات شحن الكهرباء المختلفة داخل مدينة شرم الشيخ التي تستعد لاستقبال السيارات الصديقة للبيئة، وأيضا الحافلات الصديقة للبيئة، وهي الحافلات التي تعمل إما بالشحن الكهربائي أو بالغاز الطبيعي. هذه المحطات، هناك محطات انتهت بالفعل، وهناك محطات انتهى ما يقرب من 90% تقريبا من هذه المحطات لاستقبال هذه السيارات. هناك أيضا تطوير بشكل عام داخل مدينة شرم الشيخ، وهو تطوير سياحي في الأساس، سواء الممشى السياحي القديم أو السوق القديم وغيره من الأماكن السياحية. هناك تطوير لتوحيد الواجهات لتصبح الصورة الذهنية واحدة داخل هذه الممشي السياحية مثل ممشى خليج نعمة. هناك أيضا جزء خاص بممشى السوق القديم، وهو تحويل الواجهات لتصبح شبيهة بمصر القديمة، وهي فرصة للدعاية أيضا للسياحة المصرية، خصوصا في ظل توافد عدد كبير من الدول في مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل. لذلك هي يعني تكاتف في جميع الجهات والمناحي داخل مدينة شرم الشيخ لتظهر مدينة شرم الشيخ بصورة مشرفة أمام العالم في هذا المؤتمر. هناك أيضا جزء خاص بالطرق، يعني هذه الطرق جاري تجديدها وتطويرها وتوسعة هذه الطرق للتسهيل على الوفود، خصوصا في ظل كثافة كبيرة من المتوقع أن تكون متواجدة
متواجده في هذا المؤتمر، لذلك توسعات كبيره للطرق وميادين جديده بالفعل لتسهيل الوصول اما لاماكن التسكين الخاصه بالوفود بالمؤتمر، وايضا للاماكن الخاصه بالفعاليات لمؤتمر المناخ، اما المنطقه الزرقاء وهي مركز المؤتمرات الاساسي الذي ستعقد فيه المؤتمرات والفعاليات الرئيسه، او المنطقه الخضراء التي ستعقد فيها الفعاليات الهامشيه او الجانبيه على هامش المؤتمر مثل الخيام التي ستعرض فيها الافكار، وايضا فكره رواد الاعمال وافكار الشركات الجديده. هذه الافكار التي يجب عليها ايضا ان تكون صديقه للبيئه. بشكل عام التطورات دائما ما تسعى لتكون صديقه للبيئه، اما في المستلزمات الطبيه داخل المستشفيات بشكل عام على سبيل المثال مستشفى شرم الشيخ الدولي، يتم تطوير المستلزمات داخلها لتصبح مستلزمات طبية صديقة للبيئة، أو حتى مستلزمات غير طبية وعليها أيضا أن تكون صديقة للبيئة لتصبح بشكل عام مدينة شرم الشيخ صديقة للبيئة. وهذا كل هذه ضمن صورة أكبر، وهو التحول المصري والتحول والجهد المصري ضمن المجهودات العالمية الكبيرة للتحول الأخضر، ومنها مبادرات عديدة بالفعل مثل مبادرة اتحضر للأخضر التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا عدة مبادرات أخرى لاستخدام الغاز الطبيعي وغيرها من المبادرات. على سبيل المثال هناك يعني تكاتف واتفاقية ما بين وزارة البيئة والأمم المتحدة ومحافظة جنوب سيناء لوضع أكشاك متنقلة لتوعية السياح وتوعية الحضور وتوعية أي من كان سيحضر داخل مدينة شرم الشيخ عن أهمية التحديات التي يواجهها العالم بشكل عام في التغيرات المناخية، وكيفية العمل على دعم أفكار الاستثمار في الأفكار الجديدة الصديقة للبيئة، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية لنتحول لعالم أخضر وأفضل. ربما هذه أهم التطورات على أرض الواقع هنا في مدينة شرم الشيخ. نعم كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري كنت معنا على الهواء مباشرة من مدينة شرم الشيخ، شكرا جزيلا. في العراق دعا الرئيس العراقي برهم صالح جميع القوى السياسية إلى حوار جاد لإخراج البلاد من الأزمة الحالية، وخلال كلمة له قال الرئيس العراقي إن الوضع القائم في البلاد لم يعد مقبولا بسبب العجز عن تشكيل حكومة، مضيفا أن غياب الاستقرار فتح الباب أمام التدخلات الخارجية في شأن البلاد. في هذه الأيام سيداتي سادتي سيمر عام كامل على إجراء الانتخابات من دون إكمال استحقاقاتها الدستورية، وهو أمر غير مقبول بالمرة. من هنا ومن هذا المقام أدعو مخلصا جميع القوى السياسية إلى الحوار الجاد يكون أساسه وغايته مصلحة الوطن والمواطن لإيجاد حلول للأزمة القائمة، وذلك ليس بالمستحيل عبر تعاون وتكاتف الجميع تحت سقف الوطن والانطلاق نحو تشكيل حكومة كاملة الصلاحية لإقرار الموازنة المعطلة وتمشية أمور الناس وإدارة المرحلة القادمة. كشف المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عن تنفيذ ضربة جوية جديدة بمحافظة كركوك الواقعة شمال البلاد، وقال رسول في بيان إن القوات الجوية نفذت ضربة جوية جديدة بواسطة طائرات سيسنا كارافان 208 وبالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة. وأكد البيان أن القوات المسلحة العراقية ستواصل تنفيذ عملياتها النوعية المبنية على جهد استخباري وأمني كبير لملاحقة فلول الإرهابيين ومنعهم من إيجاد مأوى لهم في المناطق الجبلية وغير الآهلة بالسكان. قوة
قتلت 5 عناصر من القوات اليمنية إثر معارك مع قوات الحوثي في جبهة لحدة بمحافظة لحج. وأوضحت مصادر ميدانية يمنية أن القوات اليمنية تمكنت من التصدي لهجوم قوات الحوثي وكبدتهم خسائر بشرية كبيرة. أدان البرلمان العربي رفض قوات الحوثي تمديد الهدنة الأممية الإنسانية وتوسعاتها في اليمن. وأكد البرلمان العربي أن رفض قوات الحوثي تمديد الهدنة يؤكد رفضها لجهود السلام وعزمها لمواصلة تجاوزاتها التي تمثل خرقا واضحا لكافة المواثيق والأعراف الدولية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ما يحدث بأوكرانيا هو وضع مأساوي لافتا إلى أن هناك أمورا يجب العمل على حلها بشكل مشترك ودراستها بشكل مستفيض. وخلال الاجتماع غير الرسمي لرؤساء رابطة الدول المستقلة، أكد بوتين أن محاربة الإرهاب ومكافحة الفساد تأتي على رأس أولوية العمل المشترك. ما يحدث في أوكرانيا، الأحداث المأساوية وللأسف الشديد فإنه بين الدول الأخرى في نطاق الاتحاد السوفيتي السابق، فهناك أمور يجب تحتاج إلى حلها ودراستها بشكل جيد. وبالطبع فيما يتعلق بعملنا المشترك والمتعاون في مجال محاربة الإرهاب وأيضا المتاجرة بالمخدرات و أيضا محاربة الفساد، هذا أيضا يجب أن نعمل عليه معا ونتعاون، وأيضا يجب العمل المشترك في نطاق رابطة الدول المستقلة بالتعاون لنشر اللغة الروسية. أعلن البيت الأبيض أنه ليس لديه مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام السلاح النووي بشكل وشيك. وأضاف البيت الأبيض أن حديث موسكو عن استخدام الأسلحة النووية غير مسؤول ولا يمكن أن يحدث، وأن واشنطن لم ترى أي أسباب لتغيير وضعها النووي، مؤكدا أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نهاية العالم لم تكن تستند إلى أي معلومات استخباراتية، ولكنها تظهر مدى جدية تعامل الولايات المتحدة مع مثل تلك التهديدات بحسب البيت الأبيض. طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الاتحاد الأوروبي بممارسة مزيد من الضغوط على قطاع الطاقة الروسي، وذلك غدا فرض التكتل حزمة جديدة من العقوبات على موسكو. وشدد زيلنسكي في كلمة وجهها عبر الفيديو خلال قمة للاتحاد الأوروبي على ضرورة المضي قدما في اتجاه العقوبات، هذا نظرا لأن قطاع الطاقة مصدر أساسي للدخل الروسي. كما جدد زيلنسكي التأكيد على دعوة كييف لجعل محطة زابوريجيا للطاقة النووية منطقة منزوعة السلاح. أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الموافقة على حزمة عقوبات ثامنة ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية. وفي كلمة بختام القمة الأوروبية في براغ، أكد ميشيل أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على دعم دول العالم للحد من تداعيات الحرب بأوكرانيا، لافتا إلى أن قادة أوروبا لديهم عزم مشترك لخفض استهلاك الطاقة. نحن نعرف بأن هذه الحرب التي شنتها روسيا لها عواقب وخيمة ليس فقط على القارة الأوروبية بل العالم، أزمة الغذاء وكذلك أزمة الطاقة. نحن عازمون على دعم شركائنا عبر العالم فيما يخص أزمة الغذاء، ولكن تسنت لنا الفرصة اليوم، هذه المسألة الثالثة التي أود أن أذكرها، للتحدث عن أزمة الطاقة والعواقب الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة. كما تسنت لنا الفرصة اليوم في هذا الاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي لمناقشة المسائل الأساسية
روسيا شنت حربا ضد الشعب الأوكراني الذي يحارب كل شجاعة ضد القيم المشتركة ومن أجل مستقبلهم ومستقبل القارة الأوروبية. من جهة أخرى، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن أوروبا ستواصل دعم أوكرانيا، مضيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيدفع ثمن الحرب في أوكرانيا وسيتحمل عواقبها. وفي كلمة لها خلال مؤتمر صحفي بختام القمة الأوروبية في براغ، أكدت فوندرلاين استمرار أوروبا في تنويع مصادر الطاقة، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بالفعل بخفض اعتماده على الغاز الروسي. كان هنالك 44 دولة موحدة تناقش تحديات اليوم، وأظهر ذلك مدى عزلة روسيا، كما أظهر مدى قوة الدعم الذي قدمه لأوكرانيا. رئيس الوزراء كان حاضرا، رئيس زيلنسكي انضم إلينا عبر الفيديو، وكانت رسالة هامة تعبر عن عزيمة الدول الأوروبية للدفاع عن حكم القانون والميثاق الدولي الذي نمتثل به جميعا. اليوم أيضا خضنا نقاشات حول أوكرانيا وكيفية دعم أوكرانيا مهما طال الأمد. قال المستشار الألماني أولاف تشولز إن اجتماعات قادة أوروبا بالعاصمة التشيكية براغ تبعث برسالة واحدة، وهي أن دول القارة تقف إلى جانب أوكرانيا. وأضاف شولتز أنه من المنتظر أن يبحث القادة الأوروبيون في 25 من أكتوبر الجاري في برلين سبل مساعدة أوكرانيا بشكل مستدام، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعى لتقسيم قارة أوروبا لكنه فشل في ذلك. وفي سياق ملف الطاقة، شدد شولتز على ضرورة بحث ملف ارتفاع أسعار الغاز مع الولايات المتحدة والنرويج ودول أخرى، لافتا إلى إمكانية خفض أسعار الغاز من خلال التعاون في هذا الإطار. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنشاء صندوق خاص لتمكين أوكرانيا من الشراء المباشر من الجهات الصناعية الفرنسية العتاد الذي تحتاج إليها دعما لجهدها الحربية. وأوضح ماكرون للصحفيين خلال تواجده بالعاصمة التشيكية براغ أن 100 مليون يورو ستمثل البداية، مضيفا أن المناقشات جارية خصوصا مع الدنمارك لتقديم مزيد من مدافع قيصر عالية الدقة المحمولة على شاحنات إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى 18 مدفعا سبق أن قدمتها فرنسا. هذا وقد حذر ماكرون من أن الشتاء القادم سيكون الأصعب على الأوروبيين من حيث إمدادات الغاز. أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غراسي استكمال عملية تناوب بعثة الدعم التابعة للوكالة في محطة زابوريجيا النووية. وكانت وكالة إنترفاكس قد نقلت عن السلطات التي أنشأتها روسيا أن فريقا من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المقرر أن يبقى في المحطة النووية مثل صادقيهم، وهو نفسه ما أكدته شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية.
قال ستيفن دوغريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش وفريقه يعملون على توسيع نطاق اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود وتمديده قبل انقضاء أجله في أواخر نوفمبر. وأوضح دوغريك أن فريق غوتيريش يعمل أيضا بنشاط لإزالة العقبات الأخيرة أمام تسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، مضيفا أن منسق المساعدات في الأمم المتحدة والمسؤولة التجارية البارزة بالمنظمة الدولية سيسافران إلى موسكو في غضون أسبوع تقريبا لمناقشة هذا الأمر. Медлери проклятые! كشفت وزارة الطاقة الأمريكية عن بيع واشنطن أكثر من 10 ملايين برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية لثماني شركات. تأتي عملية البيع في إطار خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن المعلنة سابقا لبيع 180 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي، فيما سيتم تسليم الشحنات المباعة بنوفمبر القادم. تراجع مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة للأمم المتحدة للشهر السادس على التوالي في سبتمبر منخفضا من أعلى مستويات على الإطلاق. وقالت فاو إن مؤشرها الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم بلغ في المتوسط 136.3 نقطة الشهر الماضي مقابل مستوى معدل إلى 137.9 نقطة في أغسطس. على النقيض من ذلك ارتفع مؤشر فاو لأسعار الحبوب 1.5% على أساس شهري في سبتمبر مع زيادة أسعار القمح 2.2% بسبب المخاوف إزاء ظروف الجفاء بالأرجنتين والولايات المتحدة وقوة صادرات الاتحاد الأوروبي. منحت جائزة نوبل للسلام في أوسلو للناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالتسكي ومنظمتي ميموريال الروسية ومركز الحريات المدنية الأوكرانية غير الحكوميتين. وأوضحت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريتريس للصحفيين أن اللجنة ترغب من خلال منحها الجائزة للممثلين الثلاثة عن المجتمعات المدنية إلى تكريم ثلاثة أبطال لافتين في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية والتعايش السلمي في البلدان الثلاث المتجاورة بيلاروس وروسيا وأوكرانيا. تواصل الدولة جهودها الدؤوبة لدعم ذوي الهمم باعتبارهم شركاء أساسيين في نسيج الوطن وفاعلين في مجالات التنمية المختلفة. ومن هذا المنطلق يشارك 104 عارضين من ذوي الهمم في معرض تراثنا 2022 الذي يقام في 9 أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس السيسي. يأتي ذلك في إطار مساهمة جهاز تنمية المشروعات في الاستراتيجية الوطنية التي يتبناها الرئيس السيسي من خلال عرض منتجات 15 جمعية أهلية مخصصة لرعاية ذوي الهمم ومرضى السرطان من مختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بهم.
رياضيا، تأهل الزمالك إلى المباراة النهائية من البطولة الأفريقية للأندية لكرة اليد بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 26-25 في الدور النصف النهائي من المسابقة المقامة في تونس. بتلك النتيجة ضرب الزمالك موعدا مع الترجي التونسي في المباراة النهائية بعدما تفوق الأخير على الأفريقي التونسي في اللقاء الأول من الدور نصف النهائي. عن أحوال الطقس، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة وعدد من المدن والمحافظات وعدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية. بهذا البيان عن درجات الحرارة نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، وإليكم أهم ما جاء فيها من أخبار. التحالف المصري يعلن انتهاء الأعمال الإنشائية لجسم سد يوليوس نيريري بتنزانيا. عقب قمتهم في براغ، الخلافات تسيطر على قادة الاتحاد الأوروبي حول التعامل مع أزمة الطاقة. نوبل للسلام تذهب لناشط بيلاروسي ومنظمتين حقوقيتين من روسيا وأوكرانيا. نهاية النشرة، لكن التاسعة ما زالت مستمرة مع الإعلامية دينا عبد الكريم. مساء الخير يا دينا. مساء الخير يا دينا، ازيك؟ مساء النور ياسر، مساء النور رغدة، مبسوطة أكون معاكم وكل سنة وأنتم بألف خير. كل سنة ثلاث أيام احتفالات كده وبهجة وعظمة. صحيح. دايما إن شاء الله احتفالات بإذن الله وبالتوفيق ليك يا دينا. بشكرك ياسر، بشكرك يا رغدة مرة تانية، وبشكر كل فريق نشرة التاسعة. نبدأ مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعة.